وسهلا بكم بناتي في درس جديد. طبعا بالبداية رمضان كريم مبارك عليكم وبالصحة والسلامة وعلى جميع أمة محمد إن شاء الله بالخير والبركة، ويكفينا شر الوباء والبلاء إن شاء الله جميعا. بناتي في الصف الثالث الأحيائي في ثانوية عشتار الأهلية للبنات، وأنا مدرسكم أحمد إسماعيل. راح اليوم بمحاضرتنا اليوم راح أعيد المحاضرة السابقة، وأيضا راح أشرح المحاضرة مال الامتحان مال البارحة، بها أسئلة من الامتحان راح أعيدها أيضا حتى تكونون على بينة كاملة في موضوع مبرهنة القيمة المتوسطة. اليوم راح ناخذ بعض الأمثلة التطبيقية الأخرى وبعضها مادة الامتحان في اليوم الماضي. راح أبدأ بأخذ السؤال التالي اللي هو: بين إمكانية تحقيق مبرهنة القيمة المتوسطة على الدالة دوال، يعني الدالة f x تساوي x تربيع ناقص 2 x ناقص 8 الفترة عندي ناقص 2 4. طبعا مبرهنة القيمة المتوسطة ثلاث شروط بها، أعيدها للمرة الأخرى. أول شرط: الدالة مستمرة في الفترة المغلقة. ثاني شرط: الدالة قابلة للاشتقاق في الفترة المفتوحة. ثالثا: يوجد على الأقل سي يحقق المعادلة التالية، وهي ميل الوتر يساوي ميل المماس اللي هو F of B ناقصا F of A على B ناقص A يساوي F فتحة C. الأول يسموه ميل الوتر، الثاني ميل المماس أو المشتقة. فمن هالمعادلة أريد أطلع قيمة السي لازم تنتمي للفترة المفتوحة ويوجد على الأقل قيمة واحدة لسي. هسا نشوف هالسؤال: الدالة مديها أي مشكلة كثيرة الحدود، إذا مستمرة في الفترة المغلقة ماكو أي مشكلة لا جذرية ولا كسرية، ما أخاف منها ولا بها أي إشكال، مستمرة في الفترة المغلقة سالب 2 4 وأيضا لها مشتقة في الفترة المفتوحة. نجي ناخذ الحالة الثالثة، وهي أبدأ بكتابة ميل الوتر اللي هو F of B ناقصا F of A على B ناقص A، هذا يسموه ميل الوتر، يساوي F of B يعني F للأربعة الـ B 4 X تربيع راح أصير 16 ناقصاً 2 في 4 8 وناقصاً 8 الأخ. F of A سالب 2 4 X تربيع 4 سالب 2 في سالب 2 موجب 4 ناقصاً 8 على B ناقص A يعني 4 ناقص ناقص 2 ويساوي 16 ناقص 8 ناقص 8 ناقص 16 موجب 16 0 ناقص 4 زائد 4 8 ناقص 8 هم 0 على 4 زائد 2 6 الجواب يساوي 0، هذا يسموه ميل الوتر. أجي إلى ميل المماس. ميل المماس هو أفتح لسي، أطلع أول مرة أفتح الإكس المشتقة يصير 2X ناقصا 2، هسا أفتح لسي تساوي 2C ناقصا 2 وأساويها بميل الوتر، هذا يسموه ميل المماس، أساويها بميل الوتر اللي هو صفر، فراح يصير 2C تساوي 2 تقسيم 2، إذا C تساوي 1. أبارك الفترة عندي سالب 2 4 المفتوحة، فسي يساوي واحد بين السالب 2 والأربعة، إذن هذا ينتبه
للفترة المفتوحة سالب 2.4. هسه أقول إذا تحققت القيمة المتوسطة. إذا شروطها بضمنها سي، وهكذا ثبتنا أن الدالة تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة في الفترة سالب 2.4 من خلال مستمرة في الفترة المغلقة لها مشتقة في المفتوحة، وطلعنا ميل الوتر وساويناه بميل المماس وطلعنا قيمة سي، شفنا سي تنتمي للفترة المفتوحة إذا تحقق القيمة المتوسطة. لاحظوا المثال هذا الآخر البسيط، إذا كانت الدالة fx تساوي x تكعيب زائد 1 تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة في الفترة سالب 2.1، جد ميل الوتر يريد بس ميل الوتر، يعني بس هذا، فبس أطلع f of b ناقص f of a على b ناقص a، راح أقول له ميل الوتر يمثل f of b ناقصا f of a على b ناقص a، ويساوي f of b يعني f للواحد، هنا أخلي واحد فيصير واحد تكعيب زائدا واحد ناقصا f of a، أخلي ناقص اثنين راح يصير ناقص اثنين تكعيب زائدا واحد، خلي أتأكد f of b واحد يصير واحد تكعيب زائد واحد ناقصا f of a ناقص اثنين تكعيب زائد واحد، هسه يساوي على b ناقص a، عفوا b ناقص a يعني معناته واحد ناقص ناقص اثنين، ويساوي هاي بس بدي اطلع ميل الوتر، واحد زائد واحد اثنين، ناقصا اثنين تكعيب تصير ناقص ناقص اثنين في ناقص اثنين في يعني ناقص ثمانية زائد واحد ناقص سبعة، ناقص ثمانية زائد واحد ناقص سبعة وقبلها ناقص زائدا سبعة على واحد زائد اثنين ثلاثة، يعني الجواب يساوي تسعة على ثلاثة ويساوي ثلاثة، هو هذا ميل الوتر. فميل الوتر فقط f of b ناقص f of a على b ناقص a مثل ما سوينا امامكم، وطلعنا الناتج بالشكل الصحيح مثل ما راد. نستمر بناتي في اخذ هذا السؤال اللي سبق وانا اخذناه، وايضا البارحه جبته بالامتحان لكم، حليتوه طبعا بالامتحان، بس اكو ببعض الاشكالات اللي اريد اوضحها مره اخرى، فانا متعمد ان اعيد لهذا السؤال مره اخرى، سبق وان شرحته وهو من اسئله الكتاب ايضا المقرر. السؤال يقول بين إمكانية تحقيق مبرهنة القيمة المتوسطة للدالة fx تساوي جذر تربيعي 25 ناقص x تربيع في الفترة سالب 4.0. أول شيء نتأكد من الاستمرارية، الجذر التربيعي الاستمرارية مالته لازم داخل الجذر ما يكون سالب، طبعا إيش وقت يكون هذا سالب؟ من يكون هذا المقدار اللي هو x تربيع أكبر من الخمسة أو أصغر من السالب خمسة، حتى يصير x تربيع أكبر من 25 يصير 25 ناقص عدد أكبر من 25 يصير سالب. ألاحظ أن العدد الأكبر من خمسة ليكون ستة مو موجود هنا، أقل من سالب خمسة سالب ستة هم موجود وياي، فإذا الدالة مستمرة في الفترة المغلقة، مو مشكلة إذا صير حتى لو كانت خمسة، هذه مو مشكلة حتى الخمسة ما موجودة، فإذا الدالة مستمرة. في الفترة المغلقة، لأن داخل الجذر اللي هو 25 ناقصا x تربيع موجب دائما في الفترة شيكتها، اجي اشتق هسه
طبعا هذا اس نصف يصير من اجي اشتقه اف فتحه الاكس يساوي الجذر من يشتق يصير اس نصف يصير جوه راي اسرحها اسرحها يصير اثنين الجذر جوه. في مشتقه داخل الجذر فوق وهاي اثنين تروح ذي اثنين. الاحظ الجذر اللي يصير بالمقام التربيعي الشيء اللي اخاف انه هو ان يساوي صفر، انا يعني قبل شويه قلت هذا مو سالب موجب. زين ايش وقت يساوي صفر؟ يساوي صفر بالخمسه والسالب خمسه. ما موجوده لا الخمسه ولا السالب خمسه. فاذا المقام لا يساوي صفر وموجب في سالب أربعة صفر المفتوحة. هسة أجي أطلع ميل الوتر وميل المماس، يعني معناته هنا أقصد بها المشتقة موجودة لها مشتقة في الفترة المفتوحة. هسه نجي ميل الوتر ويساوي ميل الوتر F of B، يعني هذا يصير صفر، يعني يصير جذر 25 يصير 5 ناقصا F of A، يعني هذا يصير سالب 4 تربيع 16، 25 ناقص 16 9 جذرها 3 B ناقص A يعني 0 ناقص ناقص 4. الجواب راح يصير 2 على 4 يعني الجواب يساوي 1 على 2. هذا ميل الوتر اللي هو طلع 1 على 2. اجي اطلع ميل المماس نفس هذا بس اخلي سي، يعني اف فتحه للسي يساوي سالب سي بمكان كل اكس خليه سي على جذر 25 ناقصا سي تربيع. هذا ميل، هذا ميل المماس اشتقيت وعوضت بالسي. هسا اساوي ميل المماس بميل الوتر، يعني هذا ميل الوتر اللي هو نصف اساوي بميل المماس واطلع قيمة السي. يعني راح اقول هسا سالب سي على جذر 25 ناقص سي تربيع يساوي نصف ميل المماس يساوي ميل الوتر طرفين وسطين سالب 2 سي يساوي جذر 25 ناقصا سي تربيع. بالتربيع راح يصير 4 سي تربيع يساوي 25 ناقصا سي تربيع. اودي السي تربيع هنا وتنجمع ويا الاربعه تصير 5 سي تربيع يساوي 25. تقسيم 5 راح يصير سي تربيع يساوي 5. إذا سي تساوي جذر 5 وسالب جذر 5. طبعا جذر 5 أكثر من الأربعة يعني تقريبا 2.1 وهذه سالب 2.1. أشوف يا سي منهم تنتمي للفترة المفتوحة سالب 4 0. طبعا هذه لا، هذه جذر 5 2 وشوية بعيدة، هاي بعيدة هاي لا، بس هاي نعم
يعني معناته سي تساوي سالب جذر 5 اللي هي سالب 2.1 راح يصير هنا سالب 2.1 هي تنتمي للفترة سالب 4 0. هذه قيمة سي وتحققت. هسه الله أقول تحققت القيمة المتوسطة نعم. فإذا ثبتنا أن الدالة مستمرة لها مشتقة وميل الوتر يساوي ميل المماس وطلعنا قيمة السي شفنا السي ينتمي للفترة المفتوحة وهكذا ثبتنا السؤال مرة أخرى. هذا السؤال اللي جبته بالامتحان البارحة ومن الأسئلة المهمة جدا اللي هي الثوابت. إذا كانت الدالة f تساوي x زائد 1 تربيع تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة في الفترة صفر b جت قيمة b عندما c تساوي نص. ما يفيدني لا الاستمرارية ولا المشتقة في إيجاد ثابت وإنما يفيدني الشرط الثالث اللي هو ميل الوتر يساوي ميل المماس فأطلع ميل الوتر وميل المماس ويساويهم الحل وأطلع سي من طلع السي والسي موجودة قيمة السي موجودة فمنها أطلع قيمة البي فأطلع ميل الوتر اف اوف بي ناقصا اف اوف اي على b ناقص a يساوي f of b تصير b بمكان x فتصير b زائدا واحد تربيع ناقصا f of a صفر زائدا واحد على b ناقص a يعني معناته b ناقص صفر ويساوي هذا أفكه راح يصير b تربيع زائدا 2b زائدا واحد مربع كامل وناقصا واحد على b هذا ناقص واحد زائد واحد يساوي صفر. هسه أقدر بالسهولة أقدر أجزع على بي لأن بي ما يصير صفر أو أخليه يساوي مو مشكلة بي تربيع هو بعدين يروح زائدا 2 بي على بي هذا ميل الوتر أجي إلى ميل المماس F فتح الإكس يساوي الأس ينزل ويقل الأس واحد في مشتقة الداخلي وواحد هسه أف فتح لسي يساوي اثنين سي زائدا واحد إذن أف فتحة لسي يساوي السي أعرفها اللي هي نصف فصير اثنين نصف زائدا واحد يعني معناته تصير تساوي 2 نصف زائد 1 3 على 2 2 ويا 2 تروح تساوي 3 هسا أساوي هذا يسموه ميل المماس أساوي ويا ميل الوتر فرح نقول بي تربيع زائد 2 بي على بي هو اللي يساوي 3 يعني ميل الوتر يساوي ميل المماس هذا ميل المماس هذا طلع ورا ما طلع نسي طرفين وسطين راح يصير بي تربيع زائدا 2 بي يساوي 3 بي انقل فراح يصير بي تربيع زائدا 2 بي ناقصا 3 بي يساوي 0 راح يطلع عندي اذا b تربيع ذول ينجمعون زائد 2b ناقص 3b يصير ناقصا b يساوي 0 اطلع b مشترك يبقى b ناقصا 1 اما b يساوي 0 هذا يهمل ليش؟ لان ما يصير فتره 0 0 يعني b بيصير لازم اكبر من
الصفر. هسه او ب ناقصا واحد يساوي صفر، يعني معناته ب يساوي واحد، هو هذا قيمة ب، يصير لأنه يصير البي أكبر من الصفر دائما، الأي الجزء الثاني من الفترة أكبر من الجزء الأول. وهكذا ثبتنا أو استنتجنا من تحقق القيمة المتوسطة قيمة البي. بس نقول ميل الوتر يساوي ميل المماس، وعندي السي، ميل المماس راح يعوض يطلع عدد بين السي موجودة اللي هو اف فتحة سي وعوض بالسي، ساويت ميل الوتر ورا ما طلعت لي اف بي ناقص اف وفي على بي ناقص اي بميل المماس اللي طلع بعد تعويض سي طلع ثلاثة، ساويتهم ميل الوتر مع ميل المماس وطرفين وسطين طلعت بي، طلعت بي احتمالين، اما صفر تهمل لان ما يصير صفر صفر، او بي تساوي واحد، وهكذا وجدنا قيمة بي من خلال الدالة تحقق القيمة المتوسطة. و هكذا انتهى الدرس، ونشوفكم بخير إن شاء الله في مادة جديدة اللي هي نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة في الدروس الأخرى، يسموها استخدام التقريب أو استخدام القيمة المتوسطة في التقريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.